يشارك إخوانهم في قطر العرس الكروي الكبير. برعاية وزارة الثقافة القطرية أحيا سوريون يوم الجالية السورية في قطر بهدف إظهار غنى الثقافة السورية وتنوعها ودورها في إثراء الثقافة العربية وإبراز قدرة السوريين في مجتمعات الشتات في الحفاظ على الهوية السورية وموروثها الثقافي. بصراحة الثقافة السورية لها دور كبير في إغناء الثقافة العربية بشكل عام، وهي أساسية في كل الثقافات العربية، ومن هذا المنطلق يعني يكون دور الجالية السورية في إبراز هذه الثقافة السورية بتنوعها بمدنها وإظهارها للمجتمع القطري والمجتمع الدولي، خاصة في هذه الأيام يعني التقاء عدد كبير من الناس بما لحضور كأس العالم. دور الثقافة هي دور أساسي ويتمثل جزء من الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية التي تربط بين الشعوب وتوصل أحيانا رسائل أقوى من الرسائل السياسية وأقوى من الرسائل الأخرى. عن طريق الثقافة نستطيع أن نصل إلى كل أفراد المجتمع، وتؤدي هذه الرسائل إلى إبراز قضيتنا وإبراز دور الشعب السوري، وهو شعب حضاري يستحق أن يعيش حياة حضارية مثل كل الشعوب. تضمنت فعاليات يوم الجالية السورية عددا من الفقرات التي عرضت على الحاضرين مختلف ألوان الإبداع مثل فنون الموسيقى والإنشاد والغناء. شارك فيه عدد من طلاب المدرسة السورية في قطر، كما تم عرض جانب من ثقافة الأزياء والمشغولات اليدوية. هي الثقافة يعني شيء كبير، وهي اللي بتعرف يعني الناس إنه شو هو الشعب السوري. يعني الظروف السيئة اللي عم نمر فيها هي أبدا ما بتعبر عن السوري أبدا. الشعب السوري شعب قوي وعنده إنجازات وحضارات وشغلات كبيرة، فالثقافة أكيد بدها تعكس الشيء هذا. يعني الشعب السوري وقت اللي بينعطى إمكانيات بيبدع، وهو الحمد لله بكل الأماكن عم بيبدع ويكون بالمراكز الأولى، حتى بأي الدول بكل الدول اللي عم يطلع عليها عم يكون دائما بالمراكز الأولى الحمد لله. سعى القائمون على هذا التجمع للتأكيد على حق السوريين في العيش وتحقيق النجاح مهما كانت ظروف اللجوء التي يمرون بها، وأن الثقافة سلاح قوي يملك القدرة على إيصال صوتهم أينما كانوا.